سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا في كل مكان في الوطن العربي الكبير متواصلين مع حضراتكم في انطلاقات هذا المساء الذي يشهد هذه المنافسات الذي يشهد هذه القوة الذي يشهد هذه الإثارة الحاضرة مع هذه الشعارات. أسير بحضراتكم في انطلاقة هذا الشوط شوطنا السادس لقعدان المفاريد المفتوح. تنطلق الأسماء والشعارات. أسير في البداية مع الحجاز من يتقدم الحجاز مع المركز الأول ليتقدم فيصل بن فهد بن فهد الهادرية من يقدم لنا الحجاز. ولكن من الجانب الآخر هنالك الوصول والتسلل من مشكور يا مشكور نياف بن صالح إلى عصيمي من يتقدم مع مشكور. المركز الثالث هنالك المتحد عبد الله بن حمد بن حثرين من يتقدم في هذه اللحظات مع المتحد. المركز الرابع هنالك نواف مع سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المركز الخامس هنالك الشارد الشارد فهد بن عبد الله الجروح الشمري. ولكن أعود إلى المركز الأول أعود مع المتحد لأتحد في الإذاعة لأتحد مع هذه الانطلاقة لأتحد مع هذه الاندفاعة يا المتحد يا المتحد. ولكن نواف 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 من يأتي معه من يتقدم بشعار سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد ويتقدم المضمر ماجد بن حلفان من يقدم لنا نواف نواف. ولكن دير بالك متباهي قادم سعود بن نايف بن صالح المغير العتيبي أيضا هجن الرياسة قادمة مع المركز الثالث وهجن العاصية مع المركز الرابع. الفوز يحضر مع آخر الأمتار مع سن الإبداع. ولكن يأتي الإبداع عندما تحضر هجن الرياسة يأتي الإمتاع يأتي الإبهار مع ثياب الزيتون من يمتع العيون بأجمل الفنون. همام 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 شد الحيل وشد الهمة روح مع التوقيت التوقيت في خطر. الله يا بن زيتون من يقدم هذا الشعار شعار هجن الرياسة. السلامات تذهب مع هذا الشعار. سلامي عليك يا بن زيتون سلام. المركز الثاني وصل متباهي سعود بن نايف العتيبي. المركز الثالث وصل شاهين لجنة العاصمة. المركز الرابع نواف سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد. المركز الخامس وصل الشارد لفهد بن عبد الله بن جروح الشمري. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان المعركة كانت إلى آخر الأمتار. المتعة حاضرة وتحضر دائما مع الشعار الحمر مع الشعار الخطر في آخر الأمتار. أتت القوة أتت الإثارة أتت المتعة. معاك يا بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون الانفيري والنقطة الرابعة في هذا المساء. يأتي همام بتوقيت زمني وقدره دقيقتين 56 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. وصل مع المركز الثاني متباهي وصل مع المركز الثاني سعود بن نايف العتيبي. توقيت الزمن دقيقة 3 دقائق وبدون أجزاء وبدون ثواني و57 جزء من الثانية. المركز الثالث وصل شاهين لجنة العاصفة بتوقيت زمن وقدرة 3 دقائق وبدون ثواني و70 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الرابع المركز الرابع وصل فيه نواف لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز بتوقيت زمن وقدرة 3 دقائق و62 جزء من الثانية. المركز الخامس وصل فيه شعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري ب3 دقائق و5 ثواني وجزئين من الثانية. إذن تهانينا وألف ألف مبروك.